المدرسه ديال الوليدات، مولات الكره بغات تخرجني في هاد الظروف. كانت كتستني شهرين ما لقيتش باش نخلصها لها من قبل، وفاش وصلت هاد الظروف وشافتني ما كنعطيها لا مال الضو ولا خلاص ديال الكره ما عنديش باش نخلص، جات باش تخرجني. بغات باش تلوح لي حوايجي، وفاش مشيت شكيت في الكوميساريه وداك الشيء قالوا لي خصك ترفعي شكايه وتدفعي الوكيل المالك، وداك الشيء كيطلب الوقت. انا ما عنديش فين ندي ولادي حتى يطلب داكشي الوقت، ما عنديش عائله، كلشي بعيد، كاين اللي قرابين يعني ما فشي في الاستطاعه ديالهم باش يعاونوني ولا يعطيوني. والله لي شاهد يعني كتقهر وكتشوفهم مخصوصين بزاف ديال الحويجات وكدير مجهودك. كنخرج كنطلب، راني كنت كنطلب انا في اول مره باش غيتعاطفوا معي بنادم ويتعامل معي شويه، راني كنت كنطلب صافي وقفت، حيت كنت كندير ميناج صافي وقفت، ما بقى لي حتى شي حل اخر من انني نطلب. وقف عليا المخزن وعاود في الزنقه، وكاين ولاد الناس وخا من المخزن كانوا كيوقفوا معايا وكيدوروا معايا ملي كيشوفوني في ديك الظروف، وكنحكي لهم ظروفي وداك الشيء كيدوروا معايا وكيقولوا لي يا كسيري خذي الحليب للوليد ودخلي الوليد. في الظروف الاولى ما كانت عندي حتى 600 درهم مخبعه، كان كيرضع لي اتاي، ما بغاش نبيع الحمي وما نقدرش نمشي في داك الطريق هذيك. لو كون اختاريت ديك الطريق هذيك ما نتقلتش بخمسه الوليدات، كون خليتهم لباهم. انا ما قدرتش، هزيتهم والله الشهاده عليا هزيتهم، اضطريت باش نهزهم واخا كيقولوا لي ما غتقديش بيهم، مسؤوليه خمسه الاولاد صعيبه عليك هذه، وتعرضت لبزاف ديال الحوايج وهكا كنت كنتجنبهم. ما بغاش نخرج الطريق، ما بغاش نوكلهم الحرام، ما بغاش كنضطر نطلب، كنضطر المهم ندير شي حويجه زوينه. ما عنديش فين نمشي انا وهاد الخمسه الدراري، قسما بالله ما عندي فين نمشي، وكون عندي فين نمشي ولا غير ترونسبور باش نركبهم ولا شي بلاصه، ما عنديش فين نمشي انا وخمسه ديال الدراري خويا، قسما بالله ما عندي فين نمشي بيهم، ما عنديش فين نمشي وما عنديش حتى ما نوكلهم. انا النهار اللي وقف عليا المخزن اول مره خارجه قلت له تمشي معايا دابا، وغتلقى الولد باقي بليكوش ديال البارح كيرضع اتاي، ما عنديش بكير المرسوم، ما عنديش في الدار. قلت له الا مشيتي صيفط معايا اي واحد مسؤول، لقيتي عندي شي حاجه من هذا الشيء وخارجه كنطلب انا نتعاقب. قلت له الا ما لقيتيش ديري خدمتكم الله يبارك فيكم. قلت له راه خمسه الدراري راهم كيتقطعوا لي بالجوع. قال لي ترجعي للدار. قلت له ما يمكنليش نرجع للدار وانا ما رجعيهم حتى شي حاجه، على الاقل ناخذ حليب لولدي وناخذ. دابا كنطلب من المسؤولين وكنطلب من الناس اللي كيسمعوني، الا كان في قلبهم غير شويه ديال الرحمه يوقفوا غير مع هاد الدراري ويوقفوا معي حتى انا، ربي لي شاهد راني عييت بالخدمه، عندي السياتيك الشكوى راني ما كنقدرش نوقف، عندي الوراق ديال الطبيب، عندي كلشي، عندي السياتيك، ما كنقدرش نوقف. وهكا اضطريت وكنخدم ميناج كنصبر، في امكاني نكري غير بيت ب 6000 ولا ب 5000، ما كيهزنيش انا ولادي، وما كيبغيوش الجيران يكريو لي، ما كيبغيوش، الاغلبيه ما كيبغيوش يكريو لي، كيقولوا لي عندك الدراري خمسه غتجرينا على الكريم، ما كيبغيوش يكريو لي. كنضطر باش نكري بريط ما كنكمل، المهم كنطلب اي حاجه كندير باش المهم كنتجنب غير الحوايج الخايبين باش نخلي وليداتي مرتاحين.